ده كطاجن كفتة زي ما انا هعمل كده. ممكن تعملي لها الطريقة الشامية، تعمليها بالزبادي والطحينة، تبقى غرقانة فيها كده فتبقى طعمها حلو قوي. النهاردة طبعا هنستخدم عبوة كوكي بيف كفتة اللي هي مينستريم، وهقول معاكم المقادير دلوقتي. قلنا بالنسبة للحمة هنستخدم عبوة كوكي، فمش هنقول مقادير الكفتة لان هي تكفيني ان انا اطلع كفتة جاهزة في 10 دقايق. عندي بقى للكفتة هحتاج ايه تاني؟ هحتاج بصل شرايح قاعدة للكفتة بتاعتي، خبز لبناني، رمان، بقدونس، صنوبر مشوح، خبز لبناني محمص، الصوص بتاعي، وده صوص شامي. لما تتعلميه تقدري تدخليه في اي فتة او في اي كفتة او في اي طاجن عندك حاجة مشوية عايزة تحطيه عليها، عايزة تقدميه طبق جانبي الناس كده تغمس فيه اي حاجة مشوية، عايزة اي فتة، لحمة، فراخ، فتة بتنجان، تقدري تحطي عليها نفس الصوص. الصوص ده عبارة عن ايه؟ 2 كوب زبادي، كوب طحينة، نص كوب مية، سماق، ليمونة، زيت زيتون، ملح، فلفل، كمون، ثوم مفروم. اول حاجة هعملها عندي ان انا هسخن الجريل بتاعي كويس جدا، علشان في الاخر دي لحمة فعايزينها برضو تتصدم الاول، الانسجة تتشد، وبعدين نبتدي نهدي النار لما تبتدي تاخد لون. فهسيب كده الجريل بتاعي يسخن. عندي نوعين من التسوية، يا هتسخني جريل وهتعملي زي اللي انا هعمله ده، هعملها كلها على الجريل، وعاملة نسخة تاني في الفرن، في صينية فرن. ما عندكيش وقت بقى ومشغلة كل العيون في رمضان، بتبقي عندك اختيارات كتير وحاجات كتير عاملاها في وقت واحد، ممكن بسهولة جدا. هتحطي هنا ورق فويل وهتدهنيه بشوية زيت، وتحطي بصل، قاعدة بصل، وتحطي عليها بيف كفتة بتاعت كوكي، وتدخليها الفرن على 180، هتقعد معاكي اقل من 20 دقيقة وهتستوي. مش عايزة تعمليها في الفرن وعايزة تعمليها في النار زيي، هتسخني جريل كويس قوي زي ما انا بعمل كده، وهتشتغلي عليه على طول زي ما احنا هنشتغل مع بعض دلوقتي. اول حاجة هعملها ان انا هحط شوية زيت صغيرين، وانا بسوي الكفتة بطريقة مختلفة شوية، ما بحبهاش تبقى هي مباشرة على طول للنار، بحب احط زيت واحط بصل قاعدة تحت كده يقعد يتكرمل وينزل لي مية في الكفتة نفسها. حتى لما بعمل كفتة لبيتي العادية بعمل كده على طول، بحط بصل، البصل ده بيقعد يتكرمل ويدي ريحة حلوة قوي للكفتة، وبيديها مية كده بيخليها طالعة من تحت رطبة جدا ومش محروقة نهائي.